معكم في فيديو جديد في قناة أنا بيكو. رمضان كريم، هذا ثاني فيديو في قناتي في رمضان، وبس أحب أنوه أعزائي المشاهدين إني جالسة صايمة في عز الشموس عشان أصور لكم محتوى يناسب أعينكم الجميلة يا جميلين. فلا تنسوا تسووا سبسكرايب ولايك وشير. فيديو اليوم من الفيديوهات اللي كذا أخذت مكانة في قلبي، بعد ما تخشوا جوة الفيديو تفاصيله حتعرفوا ليش. هاي جايز، أبغى أوريكم مين معايا. نورة نورة نورة، أكثر إنسان وحشني في العالم. تعرفي قديش يسألوني عنك؟ كيفي قديش يقولوا لي انت ما تحبي بيكو، ليه زعلتي بيكو، ليش تعبتوني؟ ايه يلا سلم عليها. قاعد اصور فيديو 360 مع نوره، وقاعد اسالها كل الاسئله اللي انتم كانت تدور في راسكم، وقاعد تقول لنا اشياء يعني وحصريات ومعلومات حتى انا دوبي اعرفها. روحوا شوفوا الفيديو لا تفوتوه عشان بعدين ما تجوا تقولوا لي اهين بيكو، ليش بيكو ما تحبيها. احط لكم الرابط في صندوق الوصف تحت. لا تنسوا تسووا فولو لقناتي في 360 فيوز عشان تشوفوا الفيديوهات الثانيه الرهيبه اللي حسويها، وقولوا لي لو تبغوا اصور فيديو مع نوره في الايام الجايه. اوكي دقيقه قبل ما نبدا هذه الحلقه، ترى حلقتي حقت لحظه صراحه نزلت. اللي ما يعرف ايش حلقتي هذه اللي قعدت الوت واعجن فيها، بنفيت ميدل ايست عاملين كامبين بمناسبه رمضان، فكلموني انه انا اكون جزء من هذا الكامبين. فايش سويت؟ صورت فلوج كامل حكيتكم فيه عن اشياء يعني هيستوري من الخبايا والاسرار، اشياء عن ماضية اغلبها اصلا اول مره اذكرها في السوشيال ميديا. فهذا الفلوج نزل على قناه بنفيت ميدل ايست، ابغاكم كلكم هجوم تروحوا تشوفوا الفلوج وتشجعوني كذا، او اشوفكم في الكومنتات كذا بارتي. كمان ترى في الحلقه في جيف اويز، كل اللي عليكم تسوونكم تستخدموا فلتر بنفيت لرمضان اللي هو كريسنت مون، وتشاركوا صورتكم او الفيديو حقكم في الستوري او تنزلوه بوست في انستغرام. ازبط احط لكم رابط الفلوج حقي اللي في قناه بنفيت تحت صندوق الوصف، لا يفوتكم، روحوا شوفوه واكتبوا لي كومنتات كتكوت عشان اجي اوزع لكم لايكات. ويلا نبدا الحلقه. هاي يا جماعه، في فقرتي المفضله طبعا عشان في غرفه جديده حرفيا ماني عارفه كيف اوزن كل حاجه. الجدار الاول لونه ابيض فقاعد يخلي انعكاس النور مره غريب، هو يشفط الضوء الابيض يخرب كذا يخرب، والاضاءه اللي قدامي والله مثبتتها يعني بلا حول ولا قوه الا بالله. دقه واحده وكل شيء حيطيح. صاحب الدقه يستلقى. قبل كم فيديو عدت عمل لوك لبيونسي ونزلت الفيديو في تيك توك وكمان نزلته على الانستغرام، وسالتكم مين في شخصيه ثانيه تبغون اقلدها. في اقتراحات كانت مره رهيبه، وفي اقتراحات كانت كيف زي كذا فكرتوا. من الاقتراحات اللي قلت كيف زي كذا فكرتوا بعدين قلت شكلها رهيبه، واحده من بنات فرقه بلاك بينك. انا في البدايه قلت اصلا هم ما يحطوا ميك اب، مكياجهم كذا اللي خفيف و بعدين قلت حتى لو عندهم ميك اب ما احس انه حيجي علي. بعدين قتلني الفضول ودخلت على جوجل ابغى اشوف ميك اب لوكس، وللامانه لقيت اكثر من حاجه عجبتني اللي لايك لدرجه اني في النهايه احترت اللي اقدر اسوي هذا ولا هذا. كان في كذا حاجه تخليني اخذ طريقه عمل الاي شادو او الحركات اللي هم كانوا عاملينها في الفيديو. اللي حقلد الميك اب حقها اليوم هي جيني من بلاك بينك في فيديو كيل ذيس لاف. اخذت هذا الميك اب الامانه، واحد انه مره سهل، اثنين انه مره يونيك ملفت للنظر اللي فعشان كيف اقدر اسويه بطريقتي. اول شيء هستخدم لون فاتح علشان ايش؟ لما نجي احط البينك والعفش يكون في لون تحته يعني يمسك المجموعه. اوكي كذا بدايته، مش مشكله. ليه صار موف؟ هذه فرشه ما نظفتها، ايش هذا؟ استاهل هذا اللي ما ينظف فرشه. نمسحه عيوننا، واه في عروق فوق عيني. بعدين حاخذ لون بينك اللي هو يعني بينك شويه فريحي، وحسوي هنا وحسوي هنا لان هي في النص هنا كان عندها لون ثاني كذا شمري. Did she though؟ يا الله انك دعوتي ما خرجت، يلا انك تستر علي. كنت بقول نحط من قدام يعني ايش على مهلنا، فهمتوا يعني ما نستعجل ما نتورط. يا بنات كم نتورط بنات. يا 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 نفس هذا الخبيث اللي سويته فوق اسويه تحت، علشان هي يعني كذا كان كله مجموعه مع بعض عينه. بعدين اخذ لون اغمق منه واحطه في بطنه، يمكن ايه يمكن يساعده يمكن يرجع له. يا جماعه اللوك صار موفي، ايش هذا الكلام؟ الحقيقه مره لونه غير هنا، يمكن هذا اللي بقى تخليكم تشوفوا احسن، شوفوا كذا احسن. اهم شيء اسالكم، قال لك انكم تجاوبوا دحين. اختلف علي الميك اب، انا اقول لكم شيء حرجعها زي ما كانت من غير فلسفه، لما نخلص نقلب الاضاءه ونشوف ايش يناسبنا. احس كان حيكون احلى لو اللون اللي انا حطيته ما كان البينك اللي شويه كده على موف، احس البينك اللي على احمر اكثر، لانه كل ما انا قاعده اطالع في الصوره قاعده الاحظ مره الاختلاف. بعدين حناخذ جليتر وحنحط زي كذا ونشوف ايش يطلع. يا رب الله صدقوا عجبني، يعني مو كل الميك اب بس الجليتر، اللقطه حقت الجليتر عجبتني. شوفوني وانا اتحمس دحين في الجليتر واخرب كل شيء.
انا شفت فيديو البنت هي حاولت تسوي نفس هذا الميك اب لجيني بس هي طلع مره حلو عليها برضو. انا طبعا طار الكوريين والفن الكوري والحركات بما انه اصلا شكلنا عالقين في هذه الفقره. مين فيكم يعرف ابلكيشن اي تشيي؟ ما ادري اقولها كانها عطسه. اي تشيي الزبده. اذا كنتم من الناس اللي يحبوا يتابعوا المسلسلات والافلام الكوريه واليابانيه والاسيويه ان جنرال مره راح يعجبكم هذا الاعلان. هذا التطبيق اول شيء حقوله عليه انه هو مجاني لان اعتقد ان هذا السؤال الذي يهم الجميع. ثاني شيء فيه مسلسلات وافلام بعدد مهول يعني تقريبا اي شيء حتدوروا عليه حتلاقوه هناك. انا ليش زي كذا سويت مستطيل فجاه؟ فعشان انه مجاني حيكون عندكم ميزه وصول لعدد لا نهائي من المحتوى يعني تتفرجوا لين تدوخوا. في كمان ترجمه بلغات مره كثير تقدروا تسرعوا الفيديو وتخلوه يعني يمشي بسرعه وتقدروا تبطئوه. في كمان حاجه للامانه مره ناسبتني تعرفوا شيء انه اقدر احمل الفيلم او حلقه المسلسل اللي ابغى اشوفها واتفرجها بعدين اوفلاين لانه مو لازم نت. تعرفوا ليش احب هذه الحركه؟ لما اركب الطياره واكون ابغى اكمل مسلسلي لما يكون عندي مشوار مهم كذا وما عندي نت في السياره على طول افتح جهازي. يما حيتخرب هذا حيتخرب. والله ما اعرف ايش نهايه هذا اللوك بس خلينا نرجع لاعلان النبرك. كمان الحلو في البرنامج انك تقدر تشغله على كل الاجهزه يعني جوالك ايبادك. في من الابلكيشن كمان عندهم موقع لو مثلا انت بتفتحه من الكمبيوتر الثابت حقك. في كمان عندهم اشتراك في اي بي. لما يكون عندك حساب في اي بي ايش يصير؟ حتقدر تفتح حسابك من جهازين مختلفه. كمان تقدر تحمل المحتويات عندك بجوده 1080 و4K بلو راي وحتقدر تحط افلامك ومسلسلاتك كده في قوائم المفضله وترتبهم. وفي عروض لمسلسلات معينه بس المشتركين الفي اي بي يقدروا يشوفوها. اهم من ده كله ما حيطلع لك اعلانات يعني وين. انا قاعده اتكلم انه انا مو كثير يعني اتابع اشياء الكوريه وزي كذا واليابانيه وهذا. زمان مره كنت احب كان في مسلسل مره يبكي مره يحزن كنت مره احبه كان اسمه One Little of Tears اللي هو لتر واحد من الدموع. قصة انه بنت مريضه وبعدين ما ادري ايش يصير فيها واهلها فيا مو لتر من الدموع ابكي يعني ابار وبحار وسيول ومحيطات. وفي واحد ثاني كان ما اتذكر اسمه الا اللي اتذكر ما أدري كم لتر يمكن 200 طن من الجمال. طبعا اكيد دوقي زمان اختلف عن دحين بس انه مره نفسي اخذ لفه في الابلكيشن مره نفسي اني الاقي اشياء تشبه هذا التايب. اوكي شوفوا اول ما فتحت جاني هذا الويب سايت وانه اقدر احمل الابلكيشن. طبعا ححمل الابلكيشن. اهم شيء اني سحبت على الميك اب وما كملته. عندهم قائمه اسمها رمضان فيها اللي هي المسلسلات الترندي. تعرفوا ايش؟ اكتبوا لي انتم تحت في الكومنتات ايش في مسلسلات او افلام كوريه او كذا اسيويه ان جنرال شفتوها ومره عجبتكم وناسبتكم. خلوني اغش منكم شويه. طيب الميك اب هذا متى يخلص؟ اكثر شيء موترني في الميك اب هذا تعرفوا ايش؟ انه ماني عارفه كيف اسوي الخط. ابغى اسويه بشيء ابيض بعدين فوق الابيض احط يا ويلي جات التكه جات فوق الابيض ابغى احط الجليتر الفضي يا انه حسوي بالقلم بس القلم حيسويه عريض. عرفت اللاينر هذاك اللاينر فين؟ اخوان هذول تتذكروا كان في ابيض ولا لا؟ ساعدوني يا جماعه وجهي شفط الميك اب يلا. بس اذكر وجهي باللون اللي هي طب هم ما شاء الله فوق عيونهم خط مستقيم انا هنا عندي هذه الطعجه يعني حيطلع كذا خط مكسور ايش هذا؟ حاول اجي في النص بالضبط. واو مره ابيض. بسم الله ما تعرف قديش خايفه كذا ولا ايش؟ ولا على فوق ولا ايه؟ بس ان هذا مايل لما ارمش مره يضحك لما ارمش انا حكي مره ابيض ايه؟ ليه هذا رايح هناك؟ ايش رايح يسوي هناك؟ كويس مسحه سهل. ليه قاعد يكون صعب علي ان انا ارسم خط مستقيم؟ رمشتي شوفوا هذول اعتقد حقها فضي كان ما ابغى احط من فوق لانه حيخرب الشادو. المشكله ما اعرف كيف اصعب مما تتصوروا. ايش هذا يا جني؟ ايش بك؟ واو 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 انا اقترح يا جماعه الخير نسمي هذه الفقره فقره اعتذر. بدل ما كل ما اسوي لوك اعتذر لصاحب اللوك الفقره تتكلم عن نفسها. ان شاء الله انا حفله نستر على نفسنا بمسكره اللي يضحك لدحين لما المسكره طبعت اللي نقصتك. والله العظيم انه من جد المسكره تفرق في اي لوك. الحمد لله على نعمه الرموش. المشكله انه كان روجها بينك ما اعرف ايش مشكلتهم مع الروج البينك. حط من كل روج موجود نقطه. واحد نقطه اخوه نقطه ابن خالته نقطه اخوهم الصغير نقطه. بعدين ايش يصير؟ نجيب المنديل ونشوف ايش يبقى معانا. اللي تشوفوا هذا الفيديو ارسلوا لي ارواج ايش هذا؟
يمكن هذا احسن لون، ما اعرف يا اخي كذا الفان اللوك. ابغى اجيب الاضاءه الثانيه عشان نشوف كويس. اوكي شوفوا، خلينا نكون صريحين، الامانه مو مره يشبه الميك اب حقها، بس احسن بكثير مما توقعت. يعني انا في نص المرحله حقت الميك اب، والله العظيم نفسي تراودني انه انا اكنسل واحذف هذه اللقطه كلها واغير الشخص وارجع اعيد التصوير وارمي هذا في الزباله واسوي نفسي مجنون ان انا ما سويته. بس انا اعطيه 7/10 لانه احس هو كلوك يعني عادي، يعني حلو. ف اكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا كم تعطوا هذا اللوك من 10. وبس والله حقوم اتصور لي كم صوره، يمكن انزل لكم هي في انستغرام ويمكن اهرب، حاط لكم حسابي في الانستغرام هنا. وبعدها حنروح لفقره انا مره احبها، نشتري اشياء عشان نكمل هذه الغرفه، لانه مره مو مناسبني انه كذا المنظر ورايا كذا فاضي هواء ابيض. فاول وجهه حتكون عندنا هي ايكيا، فليتس جو. اليوم معايا مودوده، ايش اسمه، المحزم اوكي. مو دودة، ما اعرف ايش حشتري، كان المفروض اكتب كل الاشياء علشان ما اتلخبط اول ما اوصل. ابغى راف، ابغى نباتات، ابغى زي كذا، اصلا ما اعرف باقي ايش اللون. مو ود، ايش رايك لو سويت غرفتي خوخي كذا بيتش؟ يعني بس يعني الغرفة بيتش عادي، تقولي خوخي اقول لا. مشمشي مشمشي، يكون كلها ابيض، كل الاثاث ابيض، بس مثلا المخدة بيتش. دقيقة جاتني فكرة ثانية، تعالي، يكون كله ابيض بس مثلا المخدات ورود زي كذا. ما عجبتني الباترنز. اوكي طيب انا افكر احط رف طويل زي كذا بغرفتي، يعني كذا يكون في الجدار من فوق. هذه فكره روتانا طبعا، عشان بدل ما تقول سرقت فكرتها اركز عليه. تحفي وجوائزي، شوفوا شوفوا زي كذا قصدي. يمكن هذا مو مره خوخي، طالع في هذاك الجدار، هذاك اكثر على خوخي. كل اللحف حتى اللي هناك في كل الالوان في العالم الا لون خوخي. شوفوا زي كذا الواني، اللي هو خوخي وابيض وكمان في شجر. هذا مره على برضو بينك، بس اوكي فهمتوا المقصد. قررت انه في الكورنر ابغى احط زي كذا لمبه طويله، عشان جنبها احط زرعه، بس ما عارف ايش اختار. مره نفسي هذه لانه كذا شكلها يعني شويه كذا مودرن وحركات كذا وغريب شويه، ومره نفسي في هذه الكلاسيك اللي هو الشكل المعروف حق اللمبه اللي كذا كمان فيها اللي كذا اللي تك تك، مره كيوت صح. مودة ساعديني والله يا اختي، انا احس هذه او هذه. مودة استهبال صراحه، هذه مره ترى قاعده تعجبني. خلاص يا عمي يلا، واللمبه ماني لاقيه قوه قويه مره، هذه سهاري. لمبه سهاري سهاري. انتوا يا جماعه تقولوا لمبه سهاري ولا ما تقولوا؟ مودة مره تعصب لما اقول سهاري كانه غلط. نفسي الاقي لوحه تشبهني واعلق كذا زي كذا، اسوي مجموعه لوح في جداري. بس ايش هذا؟ هذا كله ناس عميقين، انا ما معايا اي عمق. غالبا هختار اشياء في لها اللون اللي ابغاه، عشان هي اللي حتعطي الانعكاس للغرفه. شوفوا بسوي زي كذا جره، وبعدين في لها الورد والاشياء. تخيلوا انا ماشي بهذه مناديل لانه هذا اللون اللي انا ابغاه، فكذا قاعده اقيس اللي يشبه ايش يشبه ايش. نوب نوب نوب، ترى يمكن هذا شوي يمشي مع انه بعيد، بس لو حطيته مع كذا لون مثلا الابيض، هذا اقرب من ذاك صح. يلا انت زيني هذه وانا هزين هذا، لا تقلديني. شوف هذا بعدين شكلي حقص الرجوله في البيت عشان تقعد على تحت. هذه مره تجي حلوه في الطويله، وهذه كمان، هذول مره حيخلوها حلوه. شفتوا هذه الاشياء اللي حتعطي الغرفه لونها؟ فجاه زرعنا العربيه. لازم اشتري شموع، لازم ابغى غرفتي كلها شموع كذا، ريحتها ريحه السعاده. مواد هذه صح. اي شيء كذا لونه حشيله حتى لو ما ابغى. ابغى نبته كبيره احطها في الكورنر، بس كل هذه اشكالها مو قاعده تكون حلوه. يمكن هذه اللي بس كذا خطوط ولا لا، مره وحشه. ايش هذا؟ تعرف ان هذه حقيقيه؟ بجد؟ والله حقيقيه، احسبها بلاستيك. اخذ اثنين كبيره زي كذا، انا مو ابغى اثنين اصلا، ابغى واحده. فيكي حل تعتني فيها؟ بس ايوه ما حاقدر اعتني فيها، هذه ريسبونسبيلتي. طول باقي النخل، ما ابغى نخله في غرفتي، ايش فيك؟ شكلي والله حاخذ نبته واربيها يا موده، شكلي حجرب. جدا مسؤوليه. مويه مرام، اتس نوت جاست ووتر اند لاف. شفت ذراك اللي يسمعوها اغاني وربي كف، وربي كف، تعرف هذا المكان؟ وربي كف رايح جاي. طيب يا جماعه، انا دحين وصلت للسوق، يعني حتى ما ادري اقول سوق ايش، سوق كل حاجه اللي فيه له المفارش، اللي فيه له كنب وكذا اشياء مره كثير. ابغى اشتري فرشه عشان احطها في وسط غرفتي، ما اعرف اذا حلاقي شيء ولا لا. اغلب الاشياء اللي هنا كذا اللي هي الكلاسيكيه التقليديه اللي زي كذا، وكمان جاي لوحدي، اكره اجي لوحدي، لازم احد معي عشان اقول ايش رايك في هذا وايش رايك في هذا. بس يعني نتوكل على الله ونشوف ايش ممكن نلاقي. شوفوا مره في اشكال كثير، بس ممكن زي هذا لانه انا ما احب اللي يكون فيه لها نقرشه كذا زي هذا. المحلات اللي هنا اللي باقي كلها في لها المفارش الكبيرة هذه الطويلة، المكاتلة حق كامل الفرش حق الأرض. أغلب اللي فيها بيتش فيها معاها ألوان تانية تكون أصفر ومدري إيش وزي كذا، هذه الوحيدة اللي لقيت معاها بس رمادي وأبيض. وراني هنا واحدة نسختها كبيرة، بس أحس إنه لما صارت مفرودة صار هذا غامق، قاعد يروح على أحمر. وأخذت المفرش إن شاء الله يا رب. أنا ليه ما جبت المنديل هذاك معايا؟ عشان أشوف اللون يناسب ولا يناسب، نسيته في البيت. أهم حاجة دحين رحلة البحث عن الشجرة، مدري النبتة مدري شو اسمها، إن شاء الله يا رب الاقي شيء. طيب
جيت البيت ما لقيت الشجرة. بكرة حسوي رحلة بحث تانية عن الشجرة هذه اللي ما أدري متى ألاقيها، بس دحين كل همي إنه هذا اللون حيطلع زي هذا اللون ولا لا. يا ستار والله أحس لا. ما شاء الله تبارك الله على قلة الأدب، مرة مو نفسه. شوف هذا يعني نفس هذا، بس هنا ليه في أحمر؟ نعم نعم نعم، كأنها فرش رمادية وذبحت أحد عليها. تحس لو تفلسفت وسويت DIY وجبت كلوركس وحطيته على هذا يخف لونه وأعدم الفرش وارميها في الزبالة. بعدين طيب يا جماعة، هذا حرفيا آخر محل شجر حروحه. لو ما لقيت الشجرة اللي أبغاها حكنسل الشجر وحغير لون الغرفة، وحكنسل الغرفة كلها، كل غرفة أشيلها حنقول ثاني. Too much. الله، أتحدى لو ما حلاقي شجرة في ذا المحل. جيت حديقة كاملة، جيت الغابة. Oh my god، النبتة اللي دي صورت لكم هي وقاعد طالع ماني قادر اتكلم في وسط محل، تعرفوا بكم؟ 800 ريال. ما انا اشوفه من كتر ما انا عجزت وقاعد الفلف في المحلات، منان وبينو قاعدين يساعدوني. هاي يلا، هذه نفس الشجرة دوبي لقيتها والله ب 800. يلا شيلي، وريني الثانية اشوف. في هذه شكلها الله حلوة هذه، صح؟ هذه 200 حقيقية، ما ابغى حقيقية، تجيب لي حشرات. يعني بتكون في مويه كثير تحت تجي حشرات. اسمع، انا زرعتي اللي في البيت احط لها مره واحده كل اسبوع، عمرهم ما جابت شيء في حياتي. طيب كيف تشيلوها هذه؟ ما عندكم توصيل مثلا؟ خليه يوصلها يوديها البيت دحين. كم كله؟ 250. هيا 250 يا حلاوة. لك يا ظلمة، ورب انكم كفو. الله، شوفوا جا الرجال دوبه ركب لي الرف اللي قلت لكم عليه فوق التسريحة، وجات الشجرة دحين اوريكم هي. شوفوا الشجرة قد ايش طويلة ما شاء الله. هذا الكورنر، الله ترى انا مره مبسوطه فيها. دحين اذا حطيت اللمبه مره حتصير حلوه. طيب يا جماعه، انا مره متحمسه، دحين حركب كل الاشياء اللي ابغاها في الرف ونشوف كيف شكلها في النهايه حيطلع. اول شيء حركب درع الميل. ايش اركب وانا بس طالعه اركز؟ قال لك مره سويت الموضوع صعب، حركب. الله، احس انها طويله. ما اعرف كيف ارتبهم. درع التيك توك. بعدين هذول الاثنين، هذا كذا حق الكات انه قال لك يعني ايش هو شخصيتي وشغلي وهذا. كثير مره دائما تجيني اسئله على هذا الريال لما اكون اصور وهو يكون في خلفيتي في ارفف القديمه، الناس يقولوا نفسنا نعرف ايش الريال، نفسنا نعرف ايش الريال. اقرا ايش مكتوب. اول ريال من اليوتيوب، وموقع هذا اول ريال اخذته من الفلوس اللي انا اكسبها من اليوتيوب، لانه اول دفعه في حياتي استلمتها كانت كاش، فكذا خرجت منها ريال انه هذا اول ريال. مره كان الشعور لا يوصف، ودائما لما اعلقه كل ما طالع فيه احس انه انت تعبي. اقعد اسهر وامنتج وخاص اطفش وماني ملحق الديدلاين وما ادري، بنرفع عيني طالع الاقي الريال طالع فيا اللي يحفز طاقه ايجابيه. خلص الرف، ما يكفي. الله، حلو شكلها مبين. واو، يجيني شعور فخامه، يجيني شعور فخر. تخيلوا نسيت انه هذه كلها حقتي. هاي بقى هذا اللي اكتب فيها رسائل لنفسي، فين احطها؟ UA the best. ضاع حرف الراء، حرف الراء ضاع، حرف الار ادور واحد غيره، واصلا حغير الرساله، ما ابغى هذه الرساله، ابغى اكتب كل حاجه بتعدي. هذه ممكن اخليها مع الاشياء اللي تتعلق، لانه انا هعلق اشياء هنا كذا، حكون اعلق. على طاري التعليق، اي احد يعرف اي حساب يبيع براويز سواء رسمات باليد ولا رسمات باليد ديجيتال او كذا، احد له في التصميم وكذا الجرافيك ديزاين وهذه الحركات اللي مره رهيبه، منشنوني على حساباتهم وخلوهم يجوا يكلموني عشان لازم اتعامل مع احد رهيب يسوي لي هنا كذا تحفه فنيه، لانه انا ما افهم. ما في محل الورد، تعالوا انزلوا تحت معايا. طبعا عشان فرشتي جديده دحين بنطلوني كله حيصير نمش، وانا مكنستها مليون مره. الله، حلوه جلسه في الارض. اقدر ابين الرف اشوف. الله، شوف الفيديوهات اللي حصورها من الارض. انا مره مبسوطه. تبي الشيء الوحيد اللي باقي اني اغير لون السرير هذا، لانه جايب لي الاكتئاب، مره مو جاي مع الغرفه. هذا قرنينه رقم واحد. هذا الاحجار. الله، حتى الشموع. انا قديش كنت احسب طول هذا الرف لما جايبه كل شيء وابغى ارصه. هذا وجهي اللي تفكر تجيب رف تاني، بس نو خلاص، ححط اشياء فوق شو اسمه هذه. ايش اسمه هذه؟ حتى هذه نسيتها. اسمعوا ترى انا بالغت، ها؟ طب انتوا كيف تشوفوني وتشوفوا ده وتشوفوا؟ خلاص انتوا حفظتوا الرف صح؟ نرجع هنا. ليش شميته؟ تتوقعوا هذا حجر حقيقي؟ طب خايفه اكبها بقوه وتنكسر، لان احس كانه لما نفسه لما احد يرمي حجره على قزاز. اوكي.
الله انا نسيت ايش الورد اللي اخترناه لذا وايش اللي اخترناه لذا. هذه طبيعي لانها كبيره كانت لي هذه، وهذه انا حقص رجولهم عشان يدخلوا اكثر تحت. ما نبغى اكياس وقله ادب، جيب سكين والعده كامله علشان اللي ما يرضى بالطيب يرضى بالقوه. هذه حقصها اللي هنا. سهله تنقص بسرعه، شايفين الحديده؟ حس انها حلوه، هذه حلوه وهي طويله، يعني تخيلوها زي كذا طالعه، مو حلوه لو كانت قصيره داخل على جوه. هذه كلها شكلها عظمه قصدي. جيهان انا ولا ايش؟ ربي انها مره حلوه، الحين نجرب طوال لان خايفه منهم. ما في فايده، شوف الغباء، هذا بس صعب شيء، ليه ما اسوي كذا؟ بكل بساطه وسلاسه، واربعه وخمسه. هذه عشانها كبيره حنحط اثنين. طبعا هذه اوريدي صغيره تنزل تحت. احنا نجرب الاطوال اوكي؟ طويلة مرة، هاي خذ لك، حتى برا الكاميرا راسها، ومعاها كتيب، من طولها معاها كتالوج. وهذه مرة لازم تنقص، المشكلة هذه كيف تنقص؟ أجيب منشار مجسة عشب، راح أقصها لهنا، لهنا وبس. نايس، هذه مرة كيوت. هاي طالعة تسلم على الجيران، تسير عليهم. حلو مرة، أحط فوقها فيري لايتس. الفيري لايتس تخلي اي شيء حلو، بس اشوفها بالظلام كيف شكلها، عاد اسك النور واتفلسف. او ماي جاد مرة حلوة. ايش سويت؟ خليني احطها في الرف. هذا احلى شيء قد سويته في حياتي، ما امزح. حلو حلو حلو. بحط الشموع. خلاص يصير الشموع الثانية احطها تحت. يصير لازم اجيب اشياء للمكتب، يمكن نباتات ثانية. مدري قاعد اصرف المكتب باي شيء قاعد احط له. يقول لك وديت اللابتوب انه ايه انه في اشياء. نار خفيف بس حلو. مسوي اللاب كل شويه طالع فيه. لقيت حرف الراء. دحين جاء دور احلى شيء حينضاف لهذه الغرفه واللي هو الابجار اللي حطها هنا النور. متحمسه. المفروض انها مره سهله. طلبت فضية وجاتني ذهبية، يلا مو مشكلة، الذهبي حلو مع الخوخي، واحدة ما فيها ترجع شيء. مرة ثقيل. أنا خايفة من هذه اللمبة عشان نفس اللمبة هذه اللي في النهاية اللي نحطها كذا اللي هي تطلع نور، حاسة والله إنها خطأ، لأنه كذا شفت هذه سهاري. على وقوف. خليني أرفع الكاميرا علشان تشوفوا اللمبة. شوفوا اللمبة. هذا شكله مايل، ها؟ أحس إن الرف مو مستقيم فشكل الكاميرا مايلة. الورد ما تساوى. شوفوا هذه هي اللمبة اللي أخذتها. أحس بسوي زي أفلام كرتون كذا. والله أنا شوية مش مطمن. شايفين اللمبة كيف مطلعة راسها من فوق؟ مرة غلط. نجرب. بس من جد سهاري، من جد اللي هي مره نور خفيف. اسمع، تكون هي ورا شجره ولا شجره تكون وراها؟ يعني هي حلوه لو كانت على الكورنر اكثر من لو الشجره، صح؟ كذا احلى؟ كذا احلى. امان ساعدوني، اكتبوا لي تحت في الكومنتات اي احلى، وشجره قدام ولا هم كذا جنب بعض؟ مين يبغى يشوف غرفتي؟ ماما شوفي كيف الزرع فرق، الورد وهذه الزرع. والله الزرع يفرق يا ناس، والله الزرع يفرق. ترسلي طريقة كيف سويتها؟ اقول باقي الستارة وباقي السرير، أول ما حيصير الستارة والسرير حتصير أحلى غرفة في العالم. نروح نادي مودة قول لها تعالي شوفي غرفة مرام. طلع بالضبط زي ما كنت أبغاه. ما حنام اليوم كذا حقعد أطالع. اطلع انت وبنتك برا. وبكذا نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه، اتمنى لكم تكونوا مره انبسطتوا ومره عجبكم ديكور غرفتي الجديد. كيف بس؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات قديش عجبتكم الغرفه وايش عندكم اقتراحات لاشياء اقدر اسويها تخليها احلى واحلى كذا، ابغاها احلى غرفه في العالم. لا تنسوا تمنشنوني على حسابات او فنانين يقدروا يعبوا لي هذه المنطقه باشياء مره رهيبه، ولا تنسوا تسووا سبسكرايب ولايك وشير وتشوفوا فيديو 360 فيوز اللي قلت لكم عنه بدايه هذا الفيديو. كان معاكم مرام بيكو واشوفكم في الفيديو الجاي. Bye!